السلام عليكم. تمام، هنبدأ دلوقتي إن شاء الله. النهاردة السيشن النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الالجوريثمز. هنتكلم عن 6 حاجات. أول حاجة هنتعرف يعني إيه algorithm، معناها إيه أصلا، وهنتعرف على مفهوم اسمه time complexity، وهنتعرف على نوعين من أنواع السيرش اللي هما linear search والباينري سيرش، هنتعرف على السورت والفريكوينسي اري. اول حاجه هنبدا بيها هو تعريف الالجوريثم. يعني ايه الالجوريثم؟ الالجوريثم هو عباره عن مجموعه من الخطوات اللي بيتم اتباعها عشان تعمل مهمه معينه. زي ايه؟ زي مثلا لو قلت لك قوم اقفل الباب، فدي مهمه مطلوبه منك. ايه الخطوات اللي انت هتتبعها؟ انك هتقوم وتوصل لحد الباب وتقفل الباب وترجع تاني مكانك، فده يعتبر algorithm. أي برنامج في الحياة هو عبارة عن حاجتين، عبارة عن data structure و algorithm. ال data structure دي اللي هي حاجات زي ال array وال stack وال queue وإلى آخره، وده مش محور اهتمامنا دلوقتي خالص، احنا هنتكلم عن ال algorithm. وبناء على الكلام ده فمفيش أي برنامج في الحياة ممكن يتعمل من غير algorithm. تمام، هنبدأ في الأول بمثال بسيط جداً، اللي هو أنا لو طلبت منك تعمل إندومي. الطريقة المعترف بيها لعمل الإندومي أو الطريقة الرئيسية هي أنك بكل بساطة هتجيب مية وتسخنها وتحط فيها الإندومي، وبعد كده بعد ما يستوي هتطلعه من المية وتحط عليه البهارات وانتهى. دي طريقة عمل الإندومي، ودي الخطوات المتبعة عشان تعمل إندومي. طيب، هل كلنا بنعمل الإندومي بنفس الطريقة؟ الإجابة إنه لأ، كل واحد فينا عنده طريقة خاصة بيه بيعمل بيها الاندومي، ولكن في النهاية كلنا بيبقى معانا في الآخر اندومي، فسواء الاندومي اللي هنا أو اللي هنا أو اللي هنا، فكلهم في الآخر ما هم إلا عبارة عن اندومي مع اختلاف الطرق، ففي اللي بيحط خضروات وفي اللي بيحط بصل وفي اللي بيحط إلى آخره، يعني أيا كان هيحط إيه. تمام، بس في النهاية هم كلهم عبارة عن اندومي، فالالجوريثم والكودينج والحوارات دي كلها هي كلها عبارة عن زي الاندومي بالضبط. هو انت عندك مشكلة وعايز توصل لحل المشكلة دي مع اختلاف الطرق اللي هتوصل بيها للحل. ولكن نرجع تاني، هل كل طرق عمل الاندومي سواسية؟ الاجابة انه لا، في طريقة مش هتاخد دقيقتين ثلاثة، وفي طريقة تانية للأسف انت مضطر تقطع الخضروات، تقطع هتعمل بيض، هتعمل مش عارف ايه، فهتاخد منك 10 دقايق ولا حاجة. ونفس الحاجة بالنسبة لنا في الكودينج والبروجرامينج، فأنت ممكن تعمل يعني فلان يحل مشكلة وفلان تاني يحل مشكلة، كل واحد فيهم يكتب كود، بس الأكواد مش سواسية أو مش زي بعض، وفكرة كل واحد فيهم مش زي بعض، بس هما في النهاية حلوا المشكلة. اللي هنتكلم عنه النهاردة إن أنت ممكن تحل المشكلة اللي قدامك بأكتر من طريقة. طيب، أنت بالطرق دي كلها هتختار أي واحدة فيهم، أو مين اللي أنت هتقيمها وتقول إن هي الأفضل وهي الأحسن؟ طيب، نرجع تاني من ناحية البرمجة والكود. لو جيت طلبت منك إن أنت تجيب sum of two numbers، تمام، اللي هما number one و number two. بالنسبة للالجوريثم فأنا عندي أكتر من طريقة ممكن أعبر بيها عنه. ممكن تبقى بالطريقة دي، ودي بنسميها natural language، أو بالطريقة دي واللي بنسميها flow chart، أو في نوع تالت بنسميه فيست كود. الحاجات دي كلها بالنسبة لي مش مهمة دلوقتي، كل المهم بالنسبة لي إن أنت تعرف تكتب algorithm، أو إن أنت يبقى عندك فكرة تقدر تعبر عنها كمجموعة من الخطوات. طيب، نرجع تاني للكود. لو جيت أقولك إن أنا عايز أجيب summation of two numbers، فأنت عندك الرقم الأول والرقم التاني. الخطوة الأولى إن أنت هتعرف الرقمين دول، وبعد كده هتعرف متغير اسمه sum هيبقى هو مجموع الرقمين اللي فاتوا، والخطوة الثالثة إن أنت هتطبع مجموع الرقمين، والخطوة الأخيرة إنه خلاص انتهى. فال4 خطوات اللي قدامك دول هم عبارة عن مثال عن الألجوريثم، أو دول أقدر أقول إن هم ألجوريثم. تمام؟ طيب، دلوقتي نفترض مثال تاني، إن أنا عديتك ورقة وقلت لك قسم لي الورقة دي ل16 مربع. في واحد فكر إن هو يمسك القلم ويمسك الورقة ويقسمها فعليا ل16 مربع ويرسم 16 مربع، وفي واحد تاني فكر إن هو يمسك الورقة ويقفلها على بعضها ويفضل يقفل يقفل يقفل. تمام؟ فبعد ما قفلها 4 مرات وفتحها لقى إن الورقة فعليا اتقسمت ل16 قسم. تمام؟ الالجوريثم الاول او بتاع فلان الاول عمل 16 خطوه، لان هو فعليا مسك الورقه والقلم وقعد يرسم 16 مربع، فاحنا بنعتبرها انها 16 خطوه. بينما التاني كل اللي عمل ان هو مسك الورقه وقعد يقفلها في بعضها، قفلها كم مره؟ كل اللي قفله 4 مرات، فاحنا بنعتبرها انها 4 خطوات. طيب،
كده أنا عندي ألجوريثم هنا وألجوريثم هنا، مين فيهم أفضل؟ إحنا بنقيم الألجوريثم على أساس عدد الخطوات اللي أنا استغرقتها عشان أعملها. نركز، أنا ما اتكلمتش عن الوقت خالص، يعني ما قلتش إن الألجوريثم الأول مثلا بياخد 10 دقايق والألجوريثم التاني بياخد دقيقتين، فأنا هاخد اللي بياخد دقيقتين. أنا ما اتكلمتش عن الوقت، إحنا دلوقتي حاليا بنتكلم عن عدد خطوات بس. طيب نرجع تاني للمثال. المثال الأول هنلاحظ إن هو، أو الألجوريثم الأول نلاحظ إن هو أخد 16 خطوة، لأن هو فعليا قاعد يرسم 16 مربع، بينما الألجوريثم التاني أخذ 4 خطوات بس لأنه هو قسم الورقة لـ4، فعشان كده إحنا هنشوف إن الألجوريثم التاني أفضل لأنه أخذ عدد خطوات أقل. طيب بناء على الكلام اللي فات والحوارات دي كلها، إحنا هنقيم الألجوريثم بتاعنا على أساس حاجتين، على الـ Time Efficiency والـ Space Efficiency. الموضوع زي لما أنت تيجي تشتري حاجة، أو تيجي تشتري لابتوب أو موبايل أو أي حاجة، فأنت لما بتيجي تشتري الموبايل ده أنت بتبص على حاجتين، إن الـ Storage المساحة بتاعته تبقى عالية جدا، وإن الـ Speed بتاعه والسرعة بتاعته تبقى سريعة، يعني لما أجي أنفذ مهمة أو أعمل حاجة يعملها لي بسرعة. نفس الكلام بينطبق على الألجوريثم، فأنا لما أجي أكتب ألجوريثم أنا بركز على حاجتين، إن هو ما ياخدش مني وقت كتير اللي هو Time Efficiency أو ما يسمى أيضا بالـ Time Complexity، وإن هو ما ياخدش ستورج أو مساحة كبيرة، وده بنسميه بالـ Space Efficiency. تمام؟ إحنا حاليا مش هنبص على الـ Space Efficiency قوي، وهو مش محور اهتمامي خالص، اللي إحنا هنتكلم عنه هو الـ Time Efficiency واللي هو عامل الوقت يعني. فإحنا نبدأ دلوقتي ونتكلم عن حاجة اسمها الـ Time Complexity، هنفهم يعني إيه Time Complexity وإزاي بنقيسها أو إزاي بنقيم الكود بتاعي والوقت بتاعه. طيب لنفترض دلوقتي برضو ان انا قلت لك ان انت عندك عدد من الادراج وجواهم في قلم، وانا عايزك تدور على القلم ده، وانت قررت ان انت هتفتح الادراج بالترتيب من فوق لتحت درج درج. نفترض دلوقتي ان انت كان حظك حلو والدنيا ماشيه تمام، فانت فتحت اول درج ولقيت القلم اللي انت عايزه او القلم اللي انت بتدور عليه من اول درج على طول. الحالة دي احنا بنسميها البيست كيس، اللي هي افضل حالة. ليه افضل حالة؟ لان انت ما اضطرتش ان انت تفتح الادراج كلهم، انت على طول فتحت اول درج ولقيت القلم اللي انت عايزه، فهي بنسميها البيست كيس، الحالة الافضل. والحالة الافضل بنقيسها من خلال حاجة اسمها الاوميجا نوتيشن، ودي برضو مش مهمة بالنسبة لي ومش هنتكلم عنها. تمام. الحالة التانية عندي نفترض ان انت ما لقيتهاش في اول درج خلاص، فاضطريت ان انت تفتح اول درج، فتحت تاني درج وتالت درج، فتحت الدرج اللي في النص ولقيتها فعلا في الدرج اللي في النص. لو لقيتها في الدرج اللي في النص بنسميها الافريج كيس، اللي هي الحاله اللي وسط، اللي هو لا انت حظك حلو قوي فانت لقيتها في اول درج، ولا حظك وحش قوي فلقيتها في اخر درج، لا انت لقيتها على طول، يعني ايه اللي هو في النص، انت فتحت شويه ادراج ما فتحتش الادراج كلها. والافريج كيس بنقيسها بحاجه اسمها الثيتا نوتيشن، ودي برضو مش محور اهتمامي دلوقتي. طيب اخر حاله عندي وهي منطقيه جدا، ان انت للاسف اضطريت تفتح الادراج كلهم، فالحاله دي بنسميها الورست كيس، اللي هي أسوأ حاله، ان حظك يبقى وحش قوي وللاسف انت اضطريت تفتح كل الادراج عشان تلاقي القلم اللي انت بتدور عليه. والحاله دي بنقيسها بحاجه اسمها البيج او نوتيشن، والحاله دي هي اللي تهمني. يبقى احنا دلوقتي هنركز على ما يسمى بالورست كيس، وهنقيس الوقت بتاعنا بالبيج او نوتيشن اللي هي أسوأ حاله ممكنه، لان احنا في البرمجه ما بنعتمدش على الحظ وما بنعتمدش على الحوارات دي كلها، انا اللي يهمني هو أسوأ حاله ممكنه وان الكود بتاعي يؤدي افضل اداء في أسوأ الحالات. طيب نيجي تاني نتكلم عن البيج او نوتيشن، هنركز ان البيج او نوتيشن ما بتحسبليش وقت، يعني ما بتحسبش دقايق او ثواني او ساعات، لا هي بتحسب عدد خطوات. لو فاكرين المثال بتاع الورقه، فاحنا قلنا ان انا هو اخذ كم خطوه عشان يقسم الورقه ل 16 مربع، اخذ 16 خطوه، ما اتكلمتش عن الوقت خالص وما قلتش ان هو مثلا هياخد ساعه او ساعتين وما الى اخره، ما كانش ده محور اهتمام. طيب هنقيس البيج او نوتيشن ازاي؟ عندنا بنقسم الكود لثلاث حاجات، الحاجات اللي بنسميها constant time، ودي بالنسبة لي بعتبرها انها بتاخد خطوة واحدة بس، فهي خطوة واحدة زي ايه؟ زي الضرب والقسمة والباقي القسمة والأس والجمع والطرح. تمام، دي اللي بتاخد خطوة واحدة. عشان نفترض دلوقتي لو انا عندي قلت ان y y بتساوي x زائد 1، انا هعمل دي كم مرة؟ هعملها مرة واحدة بس، يعني انا هجمع الاكس زائد واحد مره واحده بس، فعشان كده بنعتبر انها constant time. يعني ايه constant time؟ يعني انها بتاخد خطوه واحده بس او بتتعمل مره واحده بس. وبالاضافه عليها عندي الاف والالس والاف الس اللي هما الكونديشنز. تمام، هنيجي دلوقتي نتكلم عن اللوبز. اللوبز اللي هما بالنسبه لي الفور والوايل. تمام، كمان شويه هنشرح ليه الفور والوايل او اللوبز عموما مش او اوف 1، او ليه هما مش constant time، ما بياخدوش وقت ثابت. تمام، واخر حاجه عندنا الريكيرجن، ودي مش هنتطرق لها عشان المفروض يعني ان هي ما اتشرحتش بس.
طيب هنتكلم عن اللوبز، وهنشرح دلوقتي مجموعة من الأكواد وإزاي نحسب البيج أو بتاعها. أول كود عندنا بيقول إن from for i هنبدأ من ال i بتساوي 1 لحد ال c، بس نلاحظ إن ال c هنا معروفة وأنا عارف قيمة c، فأنا همشي من 1 لحد ال10. طيب قيمة i كل مرة بتزيد بمقدار 1 بس، يعني كل مرة هزود 1 فهتبقى 2 3 4 لحد ما نوصل لحد ال10. يبقى أنا كده لفيت كم مرة؟ لفيت 10، أنا مشيت 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 8 و9 10. تمام؟ طيب البيج او بتتكتب ازاي؟ بنكتب او، ماشي، بنكتب او وجنبها قوسين وجواها القيمة بتاعتي واللي هي الورست كيس، أسوأ حالة ممكنة. في الحالة دي أنا اللوب بتاعتي هتمشي كم مرة؟ هتمشي من 1 لحد السي، يعني نهاية اللوب هي السي، يعني السي بكام؟ ب10، فهتبقى او في 10. هنركز ان سواء كانت 10 او 1000 او 100 هي في النهايه بالنسبه لي كلها عباره عن 1. الارقام ايا كان الرقم ده حتى لو مليون فهي 1، بتتحول لواحد في الاخر طالما انها رقم كونستنت ثابت. تمام، هندخل على تاني يكون عندي. لو انا قلت for i لحد n، تمام، فالn هنا هي مجهول او انا ما اعرفهاش، معناها ايه؟ معناها ان الi هتفضل ماشيه، او الi اللي هي بزيرو دلوقتي هتمشي من زيرو لحد ما توصل لn، وركز ان الاي كل مره بتزيد بمقدار 1، يعني هتبقى 0 1 2 3 4 5. طيب اللوب دي هتعمل كم خطوه او هتشتغل كم مره؟ هتشتغل مقدار n من المرات. ونفس الكلام بينطبق على الطرح، لو انا بدات من n ومشيت لحد 0 فهمشي من n لحد 0، انا همشي كم خطوه؟ همشي برضو من n، كل مره n هتنطرح منها لحد ما اوصل للصفر، فانا بمشي كم خطوه فعليا؟ بمشي n من الخطوات، فهتبقى o of n. نركز تاني ان البيج او هي عباره عن عدد الخطوات اللي انا همشيها، انا هعمل دي كم مره. تمام، في الحالتين دول انا هشغل اللوب دي n من المرات. ثالث حاله عندنا لو الاي بتنضرب في 2 او الاي مقسومه على الاثنين. طيب في الحاله دي انا بدات من الواحد هضربه في 2 فبقى ب2، هضربه في 2 بقى في 4، تمام، هضربه في 2 بقى ب8. تمام، هنلاحظ ان الارقام انا ما مشيتش 1 2 3 4 5، لا انا ضربت في 2، فانا فعليا ما مشيتش الخطوات كلها، انا يعتبر كاني مشيت نص الخطوات، فعشان كده بنعبر عنها بان هي log n، فهتبقى او log n. مجرد ما تشوف الاي مضروبه في 2 او لو الاي مضروبه في 4، لو افترضنا انها مثلا مضروبه في 4 ساعتها هتبقى log ال 4 للn، ولو الاي مضروبه في 9 مثلا هتبقى log ال 9 للn. تمام، نفس الحاجة بالنسبة للقسمة. ليه بالنسبة للقسمة كده؟ لو افترضنا ان n دي بتساوي 20، اوكي ناس، لو ال n بتساوي 20، تمام، فهتبقى 20 بعد كده هتبقى 10 وبعدين هتبقى 5 وما الى اخره. تمام، فنلاحظ ان انا ما مشيتش الخطوات كلها، يعني ما مشيتش 20 19 10 انا 20 19 18 وكملت اللوب كلها، لا انا مشيت بس ايه نص عدد الخطوات، فعشان كده بنقيسها بحاجه اسمها لوج ال ان. ومره تانية العدد اللي انا بقسم عليه او بضرب فيه هو بيبقى الاساس لللوج، الرقم اللي تحت. طيب هنيجي نتكلم دلوقتي عن حاجه اللي هي النستد لوب، يعني انا عندي لوب جواها لوب تاني. اللي بيحصل كالاتي، ان انا بدخل على اللوب الاول وبعدين بلاقي فيها لوب تانية، فهقوم داخله على اللوب التانية الاول اشوف التايم كومبلكسيتي بتاعها بمقدار قد ايه. هلاحظ ان انا بدات من الان وبعدين هوصل لحد الان، دي المفروض زيرو، تمام، من الاي اكبر من الصفر، والاي كل مره بتقل بمقدار 1. تمام، فانا لو انا بادئه من ان في الاخر هوصل للصفر وكل مره بمشي بمقدار 1، يبقى دي التايم كومبلكسيتي بتاعها بمقدار كام؟ بمقدار ان، ان انا فعليا همشي ان من الخطوات. تمام، طيب بالنسبة لللوب التانية، فاللوب التانية بادئة من الصفر وبعد كده هتوصل لحد n وكل مرة بتزيد بمقدار 1، يبقى دي برضو بمقدار n من الخطوات. طيب لاحظ ان دي 4 جوه 4، فاحنا بنعمل ايه لما يكون عندي حاجات nested، يعني حاجة جوه التانية؟ قالك ان انت بتضرب كل واحدة التايم كومبلكسيتي في التانية، يعني دي كانت التايم كومبلكسيتي بتاعها بمقدار n ودي التايم كومبلكسيتي بتاعها بمقدار n، فالتايم كومبلكسيتي بتاع الكود اللي موجود عندك كله هيبقى عبارة عن n تربيع. تمام، طيب هناخد دلوقتي مثال تاني. المثال التاني عندنا الكود ده كله، تمام، عبارة عن 4 جواها 4 وال 4 جواها 4 وبره في 4 جواها 4 تاني. فاحنا هنمسك دلوقتي كل جزء من الكود ده، الجزء الأول وده الجزء التاني.
اول جزء هندخل جوه 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 ونمسك اول فور فيها. اول فور بمقدار كام؟ لاحظوا هنا هو من الان لحد الصفر، والاي كل مره بتنقسم على 2، يبقى انا على طول المقدار بتاعي عباره عن لوج الان، ده الفور اللي جوه. طيب الفور اللي براها بتبدا من الان لحد الصفر، لحد الصفر، وكل مره بتقلب بمقدار 1، يبقى دي البيج او بتاعتها بكام؟ بان، لان انا هبدا من الصفر من الان لحد الصفر وكل مره بقلب 1، يعني همشي 1 1 1 1 تمام، فمقدار ان. واللي بره، اللي بره بتبدا من الصفر لحد الان اوكي، وكل مره بتزيد بواحد، فالبيج او بتاعتها بان برضو. طيب يبقى التوتال بتاع الجزء الاول من الكود بكام؟ هنضرب الثلاثه في بعض اللي هم ان تربيع في لوج الان، يبقى ده اول جزء من الكود البيج او بتاعته بمقدار قد ايه. طيب تاني جزء من الكود هنبص عليه، هلاقي ان اول حاجه عندي لوب جواها لوب تاني، هندخل على اللوب التانيه، هلاقي انها بتبدا من الصفر لحد ان الاي اقل من الان، وكل مره بتزيد بواحد، يعني هتبقى صفر وواحد اتنين تلاته اربعه لحد ما توصل لان، يبقى التايم كومبلكسيتي بتاعها عباره عن ان. طيب واللي بره، اللي بره بتبدا من ان لحد ما توصل للصفر، وكل مره بتقل بمقدار واحد، يبقى برضه انا همشي ان، ان ناقص واحد، ان ناقص اتنين، فالتايم كومبلكسيتي بتاعها هيبقى عباره عن ان من الخطوات. هنضرب الاثنين في بعض هتبقى عبارة عن ان تربيع تمام. طيب انا دلوقتي قسمت الكود بتاعي لجزئين، طيب التايم كومبلكسيتي بتاع الكود ككل كله على بعضه كام؟ احنا لسه قايلين في مثال اللي هو الادراج ان انا باخد الورست كيس اللي هو اسوأ حالة. احنا كمان شوية هنعرف ان الترتيب بتاع البيج او مين فيهم الافضل ومين فيهم الاسوأ، فاحنا بس دلوقتي محتاجين نعرف ان الان تربيع لوج الان تعتبر اكبر من الان تربيع، يعني بتاخد وقت اكتر او خطوات اكتر، فدي الاكبر، فاحنا هناخد الاكبر فيهم تبقى هي اللي بتمثل الكود كله او البرنامج كله على بعضه تمام. يبقى انا لما يكون عندي برنامج كبير هقسمه اول حاجة لاقسام صغيرة، وكل قسم صغير منه هحسب له البيج او بتاعته، وبعدين في الاخر هاخد اسوأ واحدة فيهم وتبقى هي اللي بتمثل البرنامج كله أو الكود ككل. طيب عندنا هنا مثال تاني عبارة عن ثلاثة فور في بعض، الفور الأولى بتنقسم على الاثنين يبقى هتبقى لوج الان، والفور التانية بتنضرب في اثنين يبقى هتبقى لوج الان، والفور التالتة بيزود عليها اثنين. طيب دي ممكن تلخبط شوية، عشان احنا هنقول ان انا هبدأ مثلا بصفر وبعد كده هتبقى اثنين وبعد كده هتبقى اربعة وبعدين هتبقى مثلا ستة. طيب احنا كده فعليا ما مشيناش خطوة خطوة خطوة. طيب لو انا قلت مثلا ان n بتساوي 10، لو قلت ان n بتساوي 10 فانا ساعتها همشي 6 8 10 تمام. انا كده مشيت كام خطوة؟ مشيت 5. 5 دي اللي هي مين؟ اللي هي n على الاثنين تمام، n على الاثنين. وبالنسبة لي هنرجع نقول تاني، لو انا عندي n على الاثنين او n مضروبة في 100 او n مضروبة في 10 او n مضروبة في ايا يكن او مقسومة على ايا يكن، هي في الاخر بعتبرها بn، فسواء كان n على الاثنين او n بس هما كلهم سواسية او هما كلهم big O of n تمام. فده اول واحدة قلنا ان هي هتبقى log n، والتانية هتبقى log n، والتالتة هتبقى عبارة عن n. ومرة تانية ليه n مش n على الاثنين؟ لأن سواء n على الاثنين أو n هم كلهم واحد. ممكن نفهم حوار ال n على الاثنين أو ال n إنهم سواسية ليه؟ لو قلت لك مليون أو أوكي مليون، سواء مليون على الاثنين أو مليون، الاثنين يعتبر عدد كبير، فأنا بعتبر إن هم n وبس. طيب فدي هتبقى n log n ال n تربيع، لأن دي log n ودي log n والأخيرة بس هي اللي n. طيب ثالث كود عندنا ان هو برضو بيضرب في 2 وبيقسم على 2 وبيجمع 2 تمام، هتبقى نفس الفكره بالضبط، هي عباره عن ان لوج الان الكل تربيع. لاحظ ان العمليه اللي في النص ما فرقتش معايا في حاجه، لان هي بتاخد كونستنت تايم، هي دي العمليه اللي بتتكرر كل مره، فانا ما بحسب لهاش تايم كومبلكسيتي. طيب ده مثال هتبقوا تجربوا فيه انتوا بعد كده ونتناقش فيه. طيب هنيجي دلوقتي نتكلم عن البيج او والترتيب بتاعهم، مين فيهم الافضل ومين فيهم الاسوأ تمام. لو نرجع تاني للمثال اللي هنا، انا قلت ان انا لما بيبقى عندي برنامج كبير انا باخد فيهم الاسوأ وبعتبره ان هو اللي بيمثل الكود ككل. طيب واحد عايز يسأل حاجة ولا؟
تمام نكمل. البيج او عندي البيج او بتنقسم الى مجموعه من الحاجات او اوف 1، ودي اللي قلنا عنها ان هي كونستنت، ودي بتاخد يعني خطوه واحده، ودي زي ما قلت اللي هم زي عمليات الجمع والضرب والقسمه. وعندي اللي هم الاف كونديشنز، الحاجات دي كلها بتاخد وقت ثابت او مقدار ثابت من عدد الخطوات لان هي بتستغرق خطوه واحده بس. وبعدين عندي اللوجاريتمتك اللي هم لوج الان، وعندي ان اللي هي اللينير، وعندي الان لوج الان والان تربيع والان تكعيب وان اس 2 اس ان وان فيكتور. تمام. طيب لو انا عندي كود والكود ده ممكن اكتبه ان هو او اوف ان، او اكتبه او اوف 1 او او ان تربيع. يعني انا عندي بروبلم، والبروبلم دي انا ممكن احلها بثلاث افكار او بثلاثه الجوريزم، كل الجوريزم من دول ليها بيج او معين، فانا هختار مين فيهم؟ طبعا هختار او اوف 1. ليه؟ لان دي هي اسرع واحده فيهم وبتبقى هي الاحسن يعني، او وده الافضل. فانا ده اللي انا هحاول ان انا اعمله، ان انا لما اكتب اي كود احاول اشوف البيج او بتاعه، وبعد كده احاول يعني هل انا هقدر اقلل البيج او بتاعته. يعني انا لو كاتباه ب3 فور مثلا، او نستد فور 3 في بعض، فهيبقى ان تكعيب مثلا. فانا لا، انا ممكن اقلل فور او استغني عن فور من اللي موجوده عندي، فاخليها بفوق ب2 فور بس فتبقى ان تربيع، او ممكن اخليها بفور واحده بس فتبقى او اوف ان. فالفكره ان انت بتحاول قدر الامكان ان انت تقلل التايم كومبلكسيتي بتاع الكود بتاعك، ولو في فرصه ان انت تكتب الكود بتاعك بتايم كومبلكسيتي اقل، او تكتب الفكره، او تدور على الجوريزم تحل بيه المشكله ببيج او اقل، فانت بتختارها. طيب مثال على الكلام ده اللي هو كان فيه سؤال في الشيت الاول ان انت تجيب السمشن من واحد لحد الان. نفس السؤال ممكن يتحل بلوب عادي ان هو فور من اي لحد الان، وكل مره هتزود على السمشن بواحد، فانت كده عملت الفور بتاعتك بمقدار ان، الفور دي اتعملت بمقدار ان، فدي بتعتبر او اوف ان. في المقابل نفس السؤال ممكن يتحل بقانون رياضي. تمام. القانون الرياضي اللي هو ان في ان زائد واحد على الاثنين. نرجع تاني ونقول ان المعادلات الرياضيه بعتبرها كونستنت يعني ثابت، فبتبقى او اوف 1. طيب مين فيهم افضل، الاو اوف ان ولا او اوف 1؟ او اوف 1 طبعا. فعشان كده انت لو عملت سبميت بالكود ده هيجيب تايم ليميت، بينما لو عملت سبميت بده مش بيجيب تايم ليميت لان هو او اوف 1 فما بياخدش وقت، هي مقدار خطوه واحده بس ايا كان الرقم اللي هو هيديه لك. يعني هو لو بيديك مليون مثلا، فانت كل اللي انت هتعمله هي خطوه واحده، فانت هتطلع الجواب بخطوه واحده، على عكس الكود اللي هنا لو انا مديك مليون فانت هتضطر تعمل مليون خطوه عشان تطلع الناتج في الاخر. فبينما ده هياخد مليون خطوة، ده هياخد خطوة واحدة بس، فعشان كده ده بيجيب time limit لكن ده ما بيجيبش time limit. طيب احنا كده يعتبر خلصنا الـ time complexity ومفهوم الـ time والالجوريزم يعني ايه. حد عنده اي سؤال؟ طيب هنتكلم دلوقتي عن السيرش. يعني ايه سيرش؟ وهنتكلم عن نوعين من انواع السيرش، وهنجيب التايم كومبلكسيتي بتاع كل نوع منهم، وهنكتب الكود والالجوريزم لكل واحد فيهم. اول حاجه من كلمه سيرش، احنا عارفين ان السيرش معناها ان انا بدور على حاجه معينه. فاحنا هنبدا دلوقتي ببروبلم بيسك جدا، ان احنا هنجيب ديكشنري اللي هو بيبقى فيه الكلمات مرتب من A to Z، ونركز ان هو مترتب. تمام. هندور على كلمه بروبلم. تمام. فانا دلوقتي عندي طريقتين للسيرش هنشرح. اول طريقه اللي هي السيكوينشنال سيرش، او ما يسمى باللينير سيرش. اللينير سيرش عباره عن ايه؟ اللينير سيرش بكل بساطه ان انت بيبقى عندك حاجه فانت بتمشي عليها من الاول للاخر، زي مثال الادراج ان انا فتحت من الدرج الاول للدرج الاخير، فانا بفتح الحاجه درج درج درج، او بفتح الورق ورقه ورقه ورقه، هقرا الكلام كلمه كلمه كلمه، فهلف عليه كله. يعني لو عندي اري فانا هلف على الاري كلها. تمام. طيب تعالوا ناخد مثال. نفترض دلوقتي ان انا عندي الاري الاتي اللي هي فيها 10 50 30 وما الى اخره، وبدور على ال 30. اللينير سيرش هيشتغل ازاي؟ هيمسك الاري من اول عنصر ويمسك ال 10. هل ال 10 بتساوي 30 اللي هو العنصر اللي انا بدور عليه؟ الاجابه لا، فهيسيب ال 10 يروح للعنصر اللي بعدها. هل ال 50 بتساوي 30؟ الاجابه انه لا برضه، فهيسيب ال 50 ويروح للعنصر اللي بعدها. هل ال 30 بتساوي ال 30؟ الاجابه انه اه. يبقى انا كده لقيت العنصر بتاعي هاخده، وانتهت اللوب او طلعت من الاري، فانتهت الاري. طيب هنا برضو شرح بس بصور، فزي تاني نرجع نقول ان ال 30 هو بيدور عليها، فمسك ال 10 اول حاجه ما لقاهاش او مش هي ال 30، فهيروح للعنصر اللي بعدها. العنصر اللي بعدها 50 مش هو ال 30، فهيسيبه يروح للعنصر اللي بعده، ومش متساويين. طيب التايم كومبلكسيتي بتاعها هي عباره عن او اوف ان،
لي اوف اند، لان انا فعليا هلف على الاري كلها، كان انا عندي فور، هنشوف دلوقتي الكود وهنفهم ليه فعليا هي اوف اند، لان انا فعليا عندي اري، والاري دي كلها انا المفترض ان انا هلف على كل العناصر اللي موجوده عندي. طيب تعالوا نشرح دي الاول. انا دلوقتي عندي الاري، نفس الاري بالضبط، هنقسمها لثلاث حالات اللي هم البيست كيس والافريج كيس والورست كيس. احنا ممكن نفهم دي اكتر من مثال الادراج اللي احنا قلنا. الموضوع مشابه ان انت بتفتح الادراج من فوق لتحت، فانت يا هتلاقيه في الاول على طول، او ممكن تلاقيه في النص، او تلاقيه في الاخر. طيب نفترض دلوقتي ان انا بدور على 10، فاول ما دخلت على الاري لقيته، فلقيته على طول، ما اضطرتش الف على كل العناصر اللي هنا. فانا عملت كام خطوه في الحاله دي؟ عملت خطوه واحده بس، تمام؟ فالحالة دي بنسميها البيست كيس، إن أنا لقيته على طول، فهاخد خطوة واحدة بس عشان ألاقيه. طيب لو أنا بدور على 70، هنلاقي إن 70 دي في النص، فأنا همشي على أول عنصر مش هو، هدخل على العنصر التاني مش هو، هدخل على العنصر التالت، وهكذا لحد ما ألاقيه. طب أنا عملت هنا قد إيه؟ أو مشيت كام خطوة؟ هلاقي إن أنا مشيت نص الأري، يعني أنا ملفتش على الأري كلها. فعشان كده الأفريج كيس بالنسبة لي تعتبر إن على الاتنين، يعني أنا ملفتش على الأري كلها، لأ أنا لفيت على نص الأري بس. وزي ما قلت قبل شوية إن على الاتنين هي نفسها، لأن مش هتفرق أوي، تمام. ندخل بعد كده على الورست كيس اللي هي أسوأ حالة ممكنة، إن العنصر بتاعي للأسف يبقى في الآخر، أو زي ما قلنا يبقى في آخر درج، إن أنت اضطريت تفتح الأدراج كلها. هنا نفس الكلام بالنسبة للأري، إنك اضطريت تلف على كل العناصر اللي موجودة عندك في الأري. فأنت هتبص على 10 مش هي، ال50 مش هي، ال30 لأ لأ لأ، هتضطر تلف على كل العناصر لحد ما توصل لل40 اللي هي آخر عنصر موجود عندك في الأري، تمام. في حاله كمان بنعتبرها الأسوأ، ان العنصر ما يبقاش موجود اصلا. ليه هي الأسوأ؟ وليه لو بصينا على الجدول هنلاقي لو العنصر مش موجود كلهم بمقدار ان؟ نفترض دلوقتي ان انا بدور على الواحد، والواحد ده اصلا مش موجود في الاري، فانا همسك اول عنصر مش هو، تاني عنصر مش هو، الثالث، الرابع، الخامس، هلف عليهم كلهم، هوصل للاخر والاقي ان انا ما لقيتهوش. يبقى في الحاله دي انا برضو اضطريت ان انا الف على الاري كلها، وما عنديش لا بيست كيس ولا ورست كيس ولا افريج، كلهم سواسيه. ليه؟ لان انا اصلا ما لقيتش العنصر، او العنصر اصلا مش موجود، تمام. طيب فهمنا ليه هي او اوف ان؟ احنا زي ما قلت انا دايما ببص على الورست كيس اللي هي الحاله الأسوأ، فهي بمقدار ان، لان انا هضطر ساعتها الف على كل العناصر اللي موجوده عندي، يعني همشي على الان كلهم، هخلصهم كلهم وادخل على او هخلصهم كلهم لحد ما الاقي العنصر اللي انا عايزه. طيب الالجوريثم او الكود هيبقى عباره عن ايه؟ تعالوا نبص على الالجوريثم الاول. هيبص اول حاجه هيدور على كل ايتم موجود عندي في الليست، يعني هيلف على كل عنصر في الليستة، وبعدين هيقول لو الماتش أو الأيتم اللي أنا بدور عليه بيساوي الفاليو، يعني العنصر اللي أنا ماسكاه دلوقتي بيساوي الفاليو اللي أنا بدور عليها، يبقى هريتيرن الأيتم لوكيشن، هريتيرن الإندكس بتاعه عادي. طيب اند اف واند فور. طيب لو أنا خلصت اللوب وأنا ما لقيتش حاجة، بريتيرن عادي إن أنا ما لقيتهوش. تعالوا نبص على الكود هيبقى أوضح. أنا دلوقتي عندي أري، الأري دي فيها العناصر الآتية 2 و3 و4 و10 و40، وبدور على إكس، إكس اللي هو كام؟ 10. بالنظر كده إحنا عارفين إن 10 موجود هنا، بس إحنا هنستخدم اللينير سيرش دلوقتي عشان ندور عليه. طيب هنعمل اللوب، هنحط إن الريزلت بتساوي سالب 1. سالب 1 دي لو أنا ما لقيتهوش هي هتفضل سالب 1، لكن لو لقيته فالقيمة بتاعتها هتتغير، هتبقى بمقدار الإندكس أو بالإندكس اللي العنصر ده واقع فيه. تمام، هنعمل لوب، اللوب دي بتلف من I بتساوي 0 لحد ان اللي هو عدد العناصر اللي موجوده عندي اللي بنجيبه بالسطر ده، تمام. والاي بعد كده كل مره بتزيد بمقدار 1، يبقى انا همشي اول مره انا الاي بتاعتي بتساوي 0، يبقى انا مين اللي معايا الري الاي بيساوي كام؟ بيساوي الاثنين دي، او ده العنصر اللي انا ماسكاه دلوقتي. هل الاثنين بتساوي 10؟ الاجابه انه لا، فهدخل على الخطوه اللي بعدها، هزود على الاي بمقدار 1، يبقى الاي بقت 1 هتساوي 3، يبقى الري 3، هل الاري 3 بتساوي 10؟ لا، يبقى برضو هدخل على اللي بعدها، هزود الاي بواحد بقت بتساوي 2، يبقى الري الاثنين بتساوي كام؟ بتساوي 4. هل الأربعة بتساوي 10؟ لا، هنكمل بعد كده، هدخل على هزود الاي بواحد يبقى الاي بتساوي 3. هل الاري 3 بتساوي كام؟ بتساوي 10. هل ال10 بتساوي 10؟ الاجابه اه، يبقى ساعتها هخلي الريزلت تساوي اي، اي اللي هي مين؟ الاندكس الحالي دلوقتي اللي هو كام؟ ب3، تمام. نيجي دلوقتي بعد كده خلاص انا اللوب بتاعتي هتقف، مش هتكمل اصلا، ان انا خلاص لقيت العنصر اللي انا عايزه. طيب اف الريزلت ايكوال ايكوال تو سالب 1، معناها ايه ان سالب 1؟ معناها ان انا ما غيرتش قيمتها هنا، يعني الكونديشن ده ما اتحققش ولا مره او ما حصلش اصلا،
تمام؟ فساعتها بقول ان الريزلت بتساوي سالب واحد، يعني القيمة انا ما غيرتهاش. ففي الحالة دي بقول ان الاليمنت is not present in the array، الاليمنت مش موجود اصلا. else لو الاي او الريزلت ما عدتش بسالب واحد، يعني القيمة بتاعتها اتغيرت، يعني الكونديشن ده اتحقق، يبقى بقول له ان العنصر ده موجود. والعنصر ده موجود فين؟ انا خزنت موقعه في المكان ده اللي هو الريزلت. احنا كده خلصنا اول نوع من انواع السيرش اللي هو اللينير سيرش. هندخل دلوقتي على حاجه اسمها الباينري سيرش. الباينري سيرش بيبقى اسرع شويه وهنفهم ليه كمان شويه. اول حاجه الباينري سيرش ما بيشتغلش الا لو الاري اللي موجوده عندي مترتبه، وهنفهم ليه برضو لازم تبقى مترتبه. تمام؟ ايه الفرق بينه وبين السيكوينشال سيرش؟ لو جينا نتكلم عن من ناحيه اللي هو التايم كومبلكسيتي، هنلاقي ان اللينير سيرش شغال باو اوف ان، بينما الباينري سيرش التايم كومبلكسيتي بتاعه لوج الان. هنشوف دلوقتي ليه هو لوج الان، بس احنا حاليا بنعمل مقارنه بس. طيب ليه يعتبر اسرع؟ لو جينا قلنا ان انا هعمل ان بتاعتي بايا يكن القيمه، خلينا نقول مثلا ان هي ب 100,000 او هنا هي بمليون، فاللينير سيرش للاسف هيلف على مليون عنصر او هيلف على كل العناصر من البدايه للنهايه، فهو هيعمل 1000 خطوه او مليون خطوه. بينما الباينري لما اجي احط ان الان بتساوي مليون، فلوج المليون ب 20، يعني هو هيعمل 20 خطوه بس عشان يلاقي العنصر اللي انا عايزاه. فعشان كده الباينري سيرش يعتبر اسرع بكتير من اللينير سيرش. ولو في بروبلم طالبه منك ان انت تدور على عنصر وانت استخدمت اللينير سيرش بدل ما تستخدم الباينري سيرش، فانت غالبا هتجيب تايم ليميت، لان زي ما قلنا ده هياخد مليون خطوه عشان يعمل الحاجه، بينما ده هيعمل 20 خطوه بس عشان يلاقي العنصر. تمام؟ فده معناه ان الباينري سيرش اسرع بكتير، وكل ما زاد عدد ان، يعني كل ما زاد عدد العناصر اللي موجوده عندي في الاري وكانت الاري كبيره، فانا هاخد وقت اكتر عشان اعمل عمليه السيرش بالنسبه لللينير سيرش. لكن الباينري سيرش كل ما زاد عدد العناصر اللي انا بدور فيها كل ما كان هو اسرع وافضل. تمام. بالنسبه للالجوريثم فده الكلام يعني، بس احنا هنشرحه يعني على مثال افضل. عندنا الاري الاتي، احنا بنعمل ثلاث حاجات او بنحدد ثلاث حاجات. بنحدد حاجه اسمها اللو او اللوست او ايا يعني يكن هتسموها ايه. اللو، اللو ده بيبقى عباره عن اول عنصر موجود عندي في الاري ده في البدايه خالص، فبديله الاندكس 0. بنركز ان سواء ال او الام او الاتش الثلاثه كلهم عباره عن اندكسز اللي هو مواقع عناصر مش عنصر فعليا. فال هديها الاندكس 0 ده في البدايه خالص، والام هنشوف ان هي العنصر اللي في النص، هنشوف كمان شويه هي بتتحسب ازاي. اما الاتش اللي هي الهاي هتبقى اخر عنصر معايا خالص، فهديها الاندكس كام؟ اللي هو عدد العناصر ناقص واحد اللي هو اخر اندكس. يبقى نراجع تاني، انا هحط اللو، اللو ده بيتحط على اول عنصر خالص، والهاي بيتحط على اخر عنصر خالص فبديله الاندكس بتاع اخر عنصر، واللو بيتحط على اول عنصر فهديله اندكس اول عنصر. طيب الام بجيبها منين؟ هنرجع هنا نلاقي ان الام بتساوي اللو زائد الهاي على الاثنين، اللي هي فعليا ايه؟ عدد العناصر على الاثنين. يعني انا لو عندي اري وعايزه اجيب الحته اللي في النص بالضبط، فبجيبها منين؟ عدد العناصر على الاثنين. يعني انا لو عايزه اجيب عندي 10 وعايزه اجيب النص بالضبط، النص بكام؟ النص بخمسه. تمام؟ طيب انا لو هاجي احسبها بالاندكسز وكده، فبيقول لك ان هي هتبقى عباره عن اللو زائد الهاي على الاثنين. تمام؟ يبقى دي ازاي احنا بنحسب الميد او القيمه اللي في المنتصف. طيب هنكمل عمليه السيرش بتاعتنا. دلوقتي اول حاجه انا بدور على ال 23، بعمل عمليه السيرش ازاي؟ بجيب ال 23 واقارنها مع القيمه اللي في المد. هل ال 23 بتساوي ال 14؟ الاجابه لا، يبقى ندخل على الكونديشن اللي بعده. هل ال 23 اصغر من ال 14؟ الاجابه انه لا، يبقى هدخل على الكونديشن الثالث. هل ال 23 اكبر من ال 14؟ الاجابه انه اه، يبقى انا هعمل سكيب ده كله، الحته دي كلها هتتمسح من عندي ومش هبصلها، واروح ابص للحته دي، الجزء ده بس هو اللي انا هبص عليه. حتى المد هيتشال. ليه المد اتشال؟ عشان انا اوريدي خلاص قارنت معاه، يعني انا سالته في الاول هل ال 23 بتساوي ال 14؟ وهو قال لي لا، يبقى انا مش فارقه معايا ال 14، ما عدتش عايزها فبشيلها. طب انا دلوقتي هعمل ايه؟ قال لك هتاخد اللو وتشيلها وتقوم حاططها هنا. طب والمد؟ المد كده قيمته هتتغير، لان هو المفروض بيساوي اللو زائد الهاي، وقيمه اللو اتغيرت، يبقى ساعتها المد كمان هتتغير بالتالي معايا، فالمد هتتغير هتبقى هنا. تمام؟ يبقى انا اول حاجه اللو، نرجع تاني نبص بس على الكود ورا،
او على الالجوريثم. هو اول حاجه هتقارن، هتعمل عمليه المقارنه دي 3 مرات. اول حاجه هتقارن مع العنصر اللي موجود عندك في الميد، هتساله هل هم متساويين. لو الاجابه اه انتهت عمليه السيرش خلاص. لو الاجابه لا، هروح ابص على الجزء الثاني اللي هو الجزء اللي هنا، هساله هل هو اصغر من، هل ال 23 اصغر من ال 14؟ الاجابه انه لا. لو كانت الاجابه اه فانا هشيل الحته دي كلها وهبص على الجزء ده، ده لو هي اصغر. بس هي اكبر فانا هعمل ديليت للحته دي كلها وهبص على الجزء ده بس. تمام. طيب بعد كده، هل ال 23 اكبر من ال 14؟ الاجابه اه، فعشان كده انا بصيت على الحته اللي هنا وشلنا ال 14. ليه؟ برجع واقول تاني لان انا اوريدي قارنت معاها، يعني هي ما عادتش معايا خلاص، انا ما عدتش عايزها، مش فارقه معايا. تمام. فهجيب تاني اللو، هيتحط على الاندكس الاخير ده، وهجيب الميد يبقى اللي في النص. فاللو دلوقتي بكام مثلا؟ 0 1 5 زائد ايه نكون، فهي هتبقى هنا الميد في الاخر. تمام. طيب ايه اللي حصل هنا؟ قال لك ان اللو انا زقتها. طب انا لما اجي احسبها في الكود انا زقتها بمقدار قد ايه؟ قال لك هي لو واخد بالك الام كانت هنا واللو بقت قبلها بواحد، فهي هتبقى بمقدار ام زائد واحد. طب لو حصل العكس، يعني لو افترضنا دلوقتي ان انا كنت بدور على 9 مثلا، تمام، كنت بدور على 9، فانا هساله هل 9 بتساوي ال 14؟ الاجابه لا. يبقى نبص على الكونديشن التاني، هل 9 اقل من ال 14؟ الاجابه انه اه. فانا هعمل ايه؟ هروح اشيل كل ده، ما عدتش عايزاه خلاص، يعني ده كله هيتمسح. ليه؟ لان دول كلهم اكبر من 9 وانا بدور على قيمه اقل من 9، او يعني بدور على قيمه اقل من دي، اقل من ال 14. تمام. فكل اللي هبص عليه هو الحته دي. طب ساعتها هعمل ايه؟ هنشيل الام برضو وهشيل الهاي. الهاي هتيجي فين؟ هتبقى دي هي الهاي. يعني الهاي بقت فين؟ بقت الام ناقص واحد، يعني اقل من الام بواحد. تمام. فهجيب الهاي هنا وهجيب المد هنا او هنا على حسب المعادله هتيجي ازاي. تمام. وارجع تاني اقارن مع المد واساله هل هو بيساوي المد هنا؟ الاجابه اه، بس ممكن يبقى المد هنا، فهل هي بتساوي المد؟ الاجابه انه لا. فارجع اساله تاني، طب هي اكبر من المد ولا اقل من المد؟ هيقول لي اكبر من المد، يبقى هعمل سكيب ده كله واجي ابص على الحته دي بس، وده هو اللي هيفرق معايا يعني. طيب لما نبص على الكود هيتفهم اكتر. الكود كالاتي، اول حاجه عندي الاري وانا بدور على الاكس اللي هي مقدار 10. تمام. هنعرف 3 متغيرات اللي هما الليفت والرايت والريزلت. زي ما قلنا الريزلت بتساوي -1 طول ما انا ما لقيتش الاجابه بتاعتي او ما لقيتش العنصر. لو لقيت فقيمتها هتتغير، هتتغير بايه؟ بالاندكس اللي فيه العنصر اللي انا بدور عليه. تمام. فاحنا هنبدا بالليفت، زي ما قلنا الليفت هيبقى عند اول عنصر، والرايت هيبقى عند اندكس اخر عنصر. الاندكس اللي هو عباره عن ان عدد العناصر، عشان عدد العناصر دلوقتي ب5 مثلا. تمام. فاندكس اخر عنصر بكام؟ ب4. فانا عشان كده بطرح من الخمسه واحد، فبتبقى عباره عن الخمسه ناقص واحد ب4، وده الاندكس بصفر. يبقى انا كده جبت الليفت او اللي هو اللو اقل قيمه، والرايت اللي هو الهاي اعلى قيمه. تمام. والريزلت بتساوي -1. هنحط كونديشن انه طول ما الليفت اقل من الرايت او اللي هو اللو اقل من الهاي، اللوب دي هتشتغل. هنجيب قيمه المد، المد زي ما قلنا هي عباره عن اللو زائد الرايت على الاثنين، اللي هي الليفت زائد الرايت اللي هو ده زائد ده، معلش هو الكود فيه غلطة هتتعدل بس. تمام. اللو زائد الرايت على الاتنين، يبقى أنا كده جبت الاندكس بتاع المد. اوكي. أول كونديشن هنتحقق منها، لو العنصر اللي في المد بيساوي الإكس. مين العنصر اللي في المد؟ 8 تقريبا. طيب ما علينا، هنقارن دلوقتي العنصر اللي في المد، المد اللي هو الاندكس. هو 4 زائد 0 على الاتنين، فيها الاتنين يبقى 0 1، يبقى 8. يبقى أنا حاليا المد بتاعي بيساوي 2. تمام. الري الاتنين هي عبارة عن 8. تمام. فالري الاتنين بتساوي 8. هل 8 بتساوي الإكس؟ الإجابة إنه لأ. بتساوي 10 يعني؟ الإجابة إنه لأ. فهندخل على الكونديشن التاني، هسأله دلوقتي هل الري المد اللي هي 8 أقل من الإكس؟ الإجابة إنه آه، إنه 8 فعلا أقل من 10. فإحنا هنعمل إيه؟ هشيل الحتة دي كلها وأقصها، او ما عدتش عايزاها. فهنعمل ايه؟ قال لك ان انت ساعتها هتخلي الليفت اللي هو اللي كان هنا بيساوي المد زائد 1، يبقى الليفت جه هنا. تمام. وبعد كده لو في حاله ان الاري المد اكبر من الاكس، يعني لو كانت هيسال دلوقتي هل الـ8 اكبر من الـ10؟ الاجابه انه لا، فاحنا اصلا مش هندخل على الكونديشن ده. طب لو انا كنت ماسكه مثلا 30 او ايا يكن. تمام.
فانا هسال هل ال 30 اكبر من ال 10؟ هتبقى اه، فهبص على الجهه الثانيه. فهو الفكره دي كلها، او الحته اللي تحت هنا دي، ان الليفت ام زائد واحد الجزء ده او الجزء ده، هي حته القص، ان هو يقصها وياخد الجزء ويسيب الجزء الثاني زي ما عملنا هنا. قلنا ان الام هترجع واحد، فتبقى او الاتش هتبقى اقل من الام بمقدار واحد. ولو على حسب المثال بتاعنا، فالام جت ال ما جت ال جت مكان الام، فهي عباره عن الام زائد واحد. يعني الام كانت هنا في الاندكس ده، ساعتها ايه اللي حصل؟ ال بقت بتساوي الام زائد واحد، يعني بقت مكان الام زائد واحد. فده بالضبط هو ده الجزء اللي هنا، ان الام زائد واحد اللي هي المد. وده هو كود الباينري سيرش. طبعا هنتسأل ليه هو لوج الان، او ليه هو مش ان كاملة، عشان هو بيقسم العناصر. يعني انا ما اضطرتش الف على كل العناصر اللي موجوده عندي، يعني انا ما لفتش عليها من الاول للاخر، انا اخدت النص وسبت النص، وكل مره بفضل اخد النص واسيب النص وهكذا. فانت كانك بتقسم على الاثنين في كل مره. احنا قلنا لما بعمل فور او بعمل وايل او بعمل لوب، المهم ان هي بتقسم العناصر على الاثنين، فانا في الحاله دي بعتبر ان هي لوج ان. بس احنا كده خلصنا السيرش. المفروض ان احنا هنبدا في السورت، فاحنا هناخد شوية، هناخد بريك 10 دقايق مثلا أو حاجة، عشان نبدأ بالسورت والفريكونسي أري. طيب خلونا نقول اصلا ايه اللي احنا اخدناه من اول السيشن. اخدنا من اول السيشن اخدتم احلام ان هو ايه هو الالجوريزم، وعرفنا ان هو مجموعه من الخطوات بتبعها مثلا عشان احل مشكله معينه، وبعد كده اخدتوا التايم كومبلكسيتي عشان تحددوا مثلا الكفاءه بتاعه الكود بتاعتي، وبعد كده اخدتوا اول مشكله اللي هي كانت السيرش، وازاي ان انا او مشكله مقابلاني ان هي السيرش، فانا محتاجه عشان اسيرش على element معين مثلا في الداتا بتاعتي او في الاري، فكان عندي طريقه ان انا همشي على كل element واشوف الحاجه اللي انا بدور عليها موجوده ولا لا. فدي كانت بتاخد تايم كبير، فاحنا خلاص يعني اخدنا حاجه تانية وهي الباينري سيرش، علشان تحسن الكود بتاعي او تحسن الكفاءة بتاعتي وتحسن التايم بتاعي وهكذا يعني. وطبعا متفقين ان احنا عشان نعمل ننفذ الباينري سيرش، فالمفروض ان الداتا بتاعتي تكون سورتد. فدي تاني مشكلة هنستعرضها ان شاء الله في السيشن، وهي ازاي بنسورت الداتا بتاعتي. هو المفروض ان انتوا اخدتوا فانكشن السورت في السي بلس بلس، يعني وعارفين ازاي بتشتغل، صح ولا لا؟ شباب لا، ما احنا لازم هنتفاعل مع بعض وهنرد ونجاوب. خدناها مع السترينج، خدناها مع السترينج. حلو، واخدتوها مع الاري ولا لا؟ لا ما اعتقدش ان احنا خدناها في حاجة غير مع السترينج. طيب تمام، خلونا نبدأ ناخدها مع بعض ونشوف ازاي بنستخدمها، وازاي ازاي بنستخدمها مثلا. يعني الصورة تمام كده واضحة عندكم؟ واضح. طيب تمام، دلوقتي احنا عندنا دي الاري بتاعتي، والمفروض ان انا استخدم فانكشن السورت. ويخلونا مبدئين في انواع كتيره للسورت ممكن تكون احسن من دي، بس احنا هناخد دي بس في السيشن، وفي حاجات تانية ممكن تكون احسن يعني، بس احنا عموما هنستخدم دي في البروبلمز. يعني دي الحاجه اللي احنا بنستخدمها، والكومبلكسيتي بتاعتها مش كبيره قوي، يعني هي ان لوج ان. فخلونا نبدا واحدة واحدة. المفروض ان انا دلوقتي عاوزة بس اعرف انا عندي كام element في الاري بتاعتي. فالمفروض ان احنا او مبدئيا ممكن نستخدم، خلونا نبدأ size of، هنستخدم size of حد عارف السايز اوف بتش يعني بتشتغل ازاي او بترجع لي ايه؟ شايف حد عارف حجم الاري؟ هو لا مش بالظبط، يعني هو احنا دلوقتي احنا كده جبنا الحجم الاري بتاعتي، بس يعني السايز اوف نفسها بترجع ايه؟ حجم بس بالبايت باين او في الذاكره يعني.
بالظبط هو ده. ثواني يا عم بس حاجة تحشد هنا. طيب هي خلونا نقول واحدة واحدة. هي size of المفروض بترجع لي، لو انا قلت size of بتاع الاريه المفروض ان هي هترجع لي مثلا، احنا قلنا ان كل طيب داتا تايب معين بيتخزن في الذاكرة بياخد مساحة معينة، كنا قلنا مثلا ان الانتجر بياخد 4 بايت صح، فهي السايز اوف الوقتي او اللي احنا عملناه الوقتي ان هي هترجع لي عدد البايتس بتوع كل الاري دي، البايتس او المساحة اللي الاري مثلا اخدتها في الميموري، وهتقسمها على اي عنصر. يعني مثلا نفترض ان هي الوقتي اللي احنا عملناه 1 2 3 4 5، احنا قلنا مثلا 5 × 4 على الأربعة، فرجعت لي على هي كده هترجع لي السايز بتاع الأري. يعني احنا اللي احنا عملناه دلوقتي رجعت لي عدد البايتس بتاع الأري كلها، ورجعت عدد البايتس بتاعت عنصر واحد بس، فكده جابت لي السايز. حد مش فاهم هو ليه او مش فاهمة او مستوعبهاش ولا تمام؟ هي لو مش واضحة عادي هنشرحها بطريقة تانية يعني، فلو مش واضحة ممكن ترفعوا ايديكوا. طيب طيب هو في ايدين مرفوعة من قبل كده فأنا مش عارفة أحدد يعني دي دلوقتي ولا لأ، مش مفهومة. في واحدة جديدة. طيب خلينا نقول تاني. أو احنا ممكن نعمل على طول طيب خلونا نشوف دلوقتي السايز اوف هتطلع لنا ايه. احنا دلوقتي احنا طلعنا لها الاري بتاعتي ماشي، وهنشوف هي هتطلع لنا ايه. طيب المفروض ان هي طلعت 20. ال20 دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن الخمس elements بتوعي اللي كانوا في الاري مضروبين في 4، لان احنا قلنا ان الانتجر بيتخزن عندي في الميموري بياخد 4 بايت، كل انتجر بياخد 4 بايت حلو كده. فالوقتي انا كان عندي 5، فالخمسة اخدوا 20. طيب لو انا قسمت ال20 دول على عنصر واحد بس، او ال المساحة بتاعت عنصر واحد بس، المفروض ان هو يطلع عدد الالمنتس بتاعتي. لو هي لسه مش واضحة فحد ارفعوا ايدكم طيب، او قولوا لي ايه اللي مش واضح واحنا نشرحه تاني عادي. شباب لو حد مش واضح معاه حاجة قولوا لي طيب ايه اللي مش واضح عشان يعني نوصل للموضوع يعني. شباب طيب هي مش واضحة مع حد اشرحها تاني ولا لا؟ هي واضحة بالنسبة لي بقى، معرفش سهلة سهلة تمام. أدخل على حاجة تانية بالنسبة لكل تمام؟ أدخل ايه؟ تمام. طيب ده اللي احنا عرفنا عدد البايتس بتاعت الاري كلها وقسمناها على البايتس بتاع عنصر واحد فأعطاني خلاص السايز بتاع الاري. طيب هنستخدم function sort ازاي؟ هندخل أول حاجة هي هنعطيله اسم الاري بتاعتنا، وتاني حاجة هنقوله الاري بلس السايز بتاعنا، ولو جربنا نطبع الاري بتاعتنا فهنشوف ايه اللي هيطلع عندنا. طيب هو كده طبع الاليمنتس عندي، طبعها مترتبة. تاني اللي احنا عملناه عرفنا الاري بتاعتي المفروض السايز بتاعها كام،
وبعد كده ادينا الفانكشن السورت بتاخد 2 arguments، الاول بتكون عبارة عن اسم الاري، وتاني حاجة بتكون السايز اسم الاري بلس السايز بتاعها. طيب خلينا نفهم اصلا، يعني نفهم ايه الحاجات اللي احنا دخلناها دي وليه دخلناها بالشكل ده. يعني حد عارف البوينتر ايه هو؟ احنا بس عشان نشرح ده فاحنا محتاجين نعرف ايه هو البوينتر. حد عارف هو ايه؟ شباب حد تعرض للمفهوم يعني او حاجه؟ طيب خلينا نقول ان البوينتر عباره عن variable بنخزن فيه عنوان بتاع variable تاني في الذاكره. يعني ايه الكلام ده؟ خلينا نشوف. طيب انا دلوقتي احنا انتوا اخدتوا في سيشن الاري ان هو كان المفروض ان انا لما بخزن الاري بتاعتي فالمفروض ان هي بتاخد جزء في الميموري بيكون جزء متصل، وان هي بتخزن الجزء ده وفي الاخر بيكون عباره بيحط كده قيمه للنط عشان بيقول خلاص انا كده خلصت الاري بتاعتي. فانا ده كان التعريف بتاع الاري بتاعتي وعرفنا ازاي بندخلها وكله تمام. طيب الأول حاجة، هو أنا لما بقول الأري كده بالشكل ده أو الاسم بتاع الأري ده بيكون بيشاور على بداية الأري بتاعتي في الذاكرة. فيعني أنا لما قلت int array مثلا هنا كده، فالأري ده الأري اسم الأري دلوقتي هو عبارة عن، أو ممكن نقول إن هو عبارة عن بوينتر بيشاور على مكان الأري بتاعتي في الميموري بدأت منين. يعني هو دلوقتي الأري ده بيشاور على الإليمنتس الأول، الإليمنت الأول اللي هو 5. مفهوم لحد الآن؟ شباب مفهوم لحد؟ طيب بالنسبة للباقي لو محدش فاهم ممكن يرفع إيده، بس في 2 رافعين إيدهم فممكن ينزلوها. بس شباب حد مش فاهم الجزء ده؟ شباب يعني بصوا، هو احنا جايين علشان ان انتوا تفهموا، ويعني يخسر بصراحة ان انتوا تطلعوا من السيشن مش فاهمين حاجة، لان انتوا ممكن تقولوا بس ان انتوا مش فاهمينها. يعني الموضوع بسيط. فحد مش فاهم اللي احنا قلناه لحد الآن؟ لا مفهوم. طيب طيب الـ function sort ايه اللي حصل دلوقتي؟ انا عطيتها اول حاجة pointer بيشاور على بداية الـ array بتاعتي في الـ memory، فانا كده بقول له انت هتبدأ الـ sort من عند الـ pointer ده او من عند المكان ده في الذاكرة. وتاني حاجة قلت له الـ array plus size، يعني معنى كده ان انت حركت الـ pointer بدل ما كان هو واقف فين اصبح الـ pointer واقف فين. فانا كده بقول له هتسورت من البداية من 5 لحد 1. فبس دي كده function sort. بس دي كده function sort وعرفنا ان هي بدأت منين وانتهت عند فين. بس كده يعني ده، او عرفنا الargument الاول اللي هي بتاخده كان اللي هو عبارة عن pointer بيشاور على بداية الarray، وتاني حاجة انا بقول له هنا هتوقف ال sorting بتاعي. يعني في حاجة لحد الآن مش مفهومة؟ شباب لو حد مش فاهم ممكن يرفع ايده يعني، وعادي هنشرح تاني مفيش مشكلة احنا قاعدين مع بعض. شباب لو حد مش فاهم ممكن يرفع ايده. طيب يعني انا ملاحظة اصلا ان العدد بيقل، فيعني خليكم موجودين واللي انتوا مش فاهمينه هنشرحه تاني عادي احنا قاعدين مع بعض. طيب لو حد فاهم ممكن يرفع ايده. طيب يعني اتأكد ان الدنيا تمام. كله تمام يا باشمهندس، يعني ممكن تكملي. طيب خلاص تمام. دي طيب احنا قلنا دلوقتي ان السورت يعني فانكشن سورت رجعت لي من الصغير للكبير. طيب لو انا عاوزه اخليها ترجع من الكبير للصغير، حد عنده فكره ممكن يستخدم ايه؟ هو هي فانكشن تانيه انتوا اخدتوها اكيد. بالظبط حلو. ممكن ان احنا بعد ما خلاص عملنا سورت للاري بتاعتي فانا هستخدم ريفرس بنفس الشكل وهعطيها الاري والاري بلس السايز وتمام خلاص انا كده وصلت، يعني رتبت من الكبير للصغير.
بس اللي انا عاوز اعمله دلوقتي ان انا يعني اخلي فانكشن السورت نفسها يعني هي اللي تقوم بحاجه زي كده، يعني هي اللي ترجع لي من الكبير للصغير. هي كانت الباي ديفولت ان هي بترجع من الصغير للكبير، وانا عاوزه اقول لها ان هي ترجع من الكبير للصغير. وبشكل عام ان انا ممكن اخلي فانكشن السورت ترتب لي على اي معيار انا عاوزاه، يعني ممكن اخليها ترجع لي مثلا عدد الزوجي الاول وبعد كده الفردي، ممكن ان انا اخليها ترجع لي مثلا على حسب القيمة المطلقة، مش الصغير والكبير. ففي حاجة هنا دلوقتي هنستخدمها وهي الكمبير فانكشن، وخلينا نشوف ان احنا ازاي هنستخدمها مع السورت بحيث ان هي ترتب لي على معيار انا عاوزاه. فخلونا نقول مثلا ازاي هنستخدمها. مبدئيا هنعمل فانكشن اسمها مثلا كومبير، وان هي بترجع لي بوليان فاليو، والمفروض ان انا بعطي لها قيمتين اكس وواي. ودلوقتي عاوزه اقول لها ان هي ترجع لي لو انا دخلت لها عنصرين، فالمفروض ان هي ترجع لي الكبير قبل الصغير. فاللي انا هعمله هقول لها ريتيرن الاكس اكبر من الواي. معنى كده اللي انا بقوله ايه؟ بقول لها يعني لو انت دخلك عنصرين رجعي لي الاكس الاول لو كانت هي الكبيره. فبعد كده خلاص احنا عملنا فانكشن كومبير بتاعتنا. كل الحكايه ان احنا هندخل هنا جوه السورت وهنقول له وهنحطها وهنشوف ايه اللي طلع عندنا دلوقتي. طلع عندنا العناصر بتاعتي من الكبير للصغير. فهنا دي فايدة الكمبير فانكشن أو ازاي بنستخدمها. هي عبارة عن فانكشن بترجع لي بوليان فاليو، وان انا بعطلها الشرط اللي انا عاوزاه. الشرط اللي انا عاوزاه ايا كان هو ايه، يعني هو ده اللي بيكون على اساسه السورتنج. يعني كان هنا باي ديفولت فاليو مثلا ان انا لو انا ما كنتش حطيت الكمبير كان بيرجع على اساس الصغير، يعني كان بيرجع الاصغر الاول. و اللي انا عملته هنا قلت له رجع الاكبر، يعني رجع العنصر العناصر الكبيره الاول بعد كده الصغير. فحد مش فاهم ازاي استخدمناها او ايا كان، يعني مش فاهم حاجه فيها ولا كله تمام؟ تمام يا باشمهندس. تمام. طيب خليكم معايا وخلونا ازاي مثلا لو انا عاوزه ارجع، انا عاوزه ارجع على حسب الابسولوت فاليو مثلا. يعني عاوزة يعني هنا مثلا رجعنا يعني المفروض ان احنا نرجع مثلا سالب واحد الاول لان هي قيمتها. طيب ثواني معلش، احنا نرجع عادي من الصغير للكبير وبعد كده يعني على حسب قيمة الابسولوت فاليو. فخلينا مثلا نشوف ازاي هنعمل حاجة زي كده. هقول له return طيب اللي انا عملته دلوقتي ان انا قلت له تجاهل الاشاره ورجع لي العناصر من الصغير للكبير، ده باستخدام الكمبير فانكشن. فحد مش فاهم ايه اللي حصل دلوقتي؟ شباب كله تمام لحد الان ولا ايه؟ طيب هننتقل لنقطه تانية. طيب تاني حاجة المفروض ان احنا ناخدها او هتكون معانا في السيشن دي، وهي الفريكوانسي اري. فخلينا نقابل الاول المشكلة ونعرف ايه هي الفريكوانسي اري وليه انا محتاجاها او هتفيدني في ايه. طيب اللي احنا عندنا دلوقتي عندنا array، والمفروض ان انا هيدخل لي عدد من الكويريز مثلا، والمفروض ان هو في كل مرة هيعطيني عدد معين ويقول لي هو اتكرر كام مرة في الـ array. ف
حد عنده فكرة ازاي ممكن ننفذ حاجة زي كده؟ شباب دي يعني بروبلم بسيطة، يعني المفروض ان حد يكون عارف ازاي المفروض ان انا اعمل كاونتر وامشي كل ما الاقي العنصر ده ازوده واحد. كويس حلو، وبعد كده في الاخر ان انا يعني هقول له هو اتكرر كم مرة او الكاونتر بتاعي ده هطبعه. طيب انتم متخيلين الكمبلكسيتي بتاعت حاجة زي كده المفروض ان هي تكون كم؟ يعني حد انتوا لسه واخدينها دلوقتي؟ يعني حد عنده ان فكرة المفروض؟ تبقى ان لا لا، حد عنده فكرة تانية؟ طيب شباب حد عنده فكرة كام؟ طيب هي الكومبلكسيتي المفروض ان هي هتكون ان في كيو، لان انا في كل مرة يعني انا عندي عدد من الكيو مثلا، عدد من الكويريز مثلا، وفي كل مرة هو بيدخل لي عنصر وانا بفضل ألوب على الاري كلها واشوف العنصر ده اتكرر كام مرة. فالموضوع يعني انت متخيل لو مثلا الكيو مثلا كانت ب10^9، فالموضوع هياخد وقت طويل قوي، يعني ان انا في كل مرة هلوب على الاري بتاعتي كلها واشوف كل عنصر اتكرر كام مرة، فالموضوع يعني فعلا طويل جدا يعني وهياخد تايم كبير. فهنا المفروض ان احنا نبدأ ندور عن على حاجة تانية ونشوف ازاي ممكن نحسن التايم بتاعي او الكود بتاعي يعني. فهو هنا خلينا نشرح بقى ايه هي الفريكوينسي اري وازاي بنستخدمها عشان نحل حاجة زي كده. طيب الفريكوينسي اري بيبقى انا عندي الاري العاديه خالص، يعني الاري بتاعتي الاصليه هسيبها زي ما هي. طيب وفي كل عنصر انا دخلته في الاري بتاعي او انا بكريت الاول الاري الثانيه، تمام الاري دي فاضيه وبخلي كل عناصرها صفار، حلو كده. وانا لما بدخل الاري بتاعتي بروح في كل مره ازود مكانها في الاري الفاضيه. يعني ايه الكلام ده؟ انا مثلا عندي هنا واحد، فأنا هروح في الفريكوانسي أري الفاضية خالص اللي هي كلها بزيرو، هروح عن الواحد وأزود قيمته، وكان قيمته بزيرو هخليه بواحد. بعد كده قابلني بتلاتة، هروح على الاندكس رقم تلاتة في الأري وهزوده بواحد. بعد كده قابلني الستة، هروح مكان الستة وأزود بواحد. بعد كده قابلني واحد، هروح مكان اللي في الاندكس واحد في الأري بتاع الفريكوانسي وأزوده بلس بلس، هيبقى باتنين. بعد كده اللي قابلني اتنين هروح هنا زود واحد. بعد كده قابلني الأربعة حطيت أربعة. بعد كده قابلني التسعة حطيت واحد هنا، زودت الصفر بواحد. فأنا كده أصبح عندي موجود array فيها كل العناصر بتاعتي متكررة كام مرة. فأنا لو أنا عاوز أشوف مثلا العنصر مثلا الرقم واحد مثلا متكرر كام مرة في الأري، فأنا مش محتاجة إن أنا لوب خلاص عليها كلها وأشوف هو اتكرر كام مرة أو اتكرر إزاي. أنا خلاص موجود عندي already في الفريكوانسي أري هو اتكرر كام مرة، فهنا هطبع على طول الفريكوانسي أوف واحد. أنا كنت بدور عن العنصر رقم واحد هو اتكرر كام مرة، فهروح في الفريكوانسي أري أوف الواحد وأشوف هي فيها كام وأطبع. فحد مش واضح مع الموضوع؟ أنا عارفة إن هو ممكن يبقى في الأول ضغبط شوية، فإحنا عادي هنشرحه مع بعض. حد مش فاهم لحد الآن ولا كله تمام؟ شباب حد مش فاهم الفريكوانسي أري؟ هو إحنا لازم هنعيدها تاني يعني، لأن هي لو تقريبا لو بتاخدها أول مرة في الموضوع هيبقى استيعابه مش أفضل حاجة بالنسبة لك يعني. فحد واقف معاه حاجة وما فهمهاش ممكن يرفع ايده. طيب حلو، طيب خلونا نشرح تاني. طيب لو قلنا ان احنا عندنا مثلا واحد وثلاثة وخمسة، واحد وثلاثة وعشرة، لا خلينا في أعداد صغيرة شوية، ستة. طيب دي الأري بتاعتي.
طيب دي خلاص الاري بتاعتي، وانا محتاجة اعرف كل العناصر بتاعتي مثلا لحد 8 متكررة كام مرة في الاري دي. عاوزة الارقام من 1 ل 8 اشوف هي متكررة كام مرة في الاري بتاعتي دي. فكل اللي انا هعمله هعمل frequency array او array عادية خالص فاضية. حلو كده. الاري دي مثلا هنخلي طولها مثلا 9 مثلا، هنا اول حاجة 0، بعد كده 1، هنا 2، هنا 3، 4، 5، 6. طيب أنا خلاص عملت الأريه الجديدة بتاعتي اللي هي اسمها ممكن نسميها مثلا frequency، والمفروض ان احنا كلها دلوقتي بصفار. حلو كده. حلو. طيب انا عندي الاري الاصليه بتاعتي هي دي اسمها ايه، فيها كل العناصر دي، وانا محتاجه اعرف الارقام من 1 ل 8 كلها متكرره كام مره في الاري بتاعتي. فكل اللي انا هعمله وانا باخد الاري بتاعتي او وانا بلوب على الاري بتاعتي، هزود كل عنصر في الاري بتاع الفريكوينسي. دلوقتي انا قابلني 1، هعمل في هروح للاري بتاعت الفريكوينسي دي هزود الاندكس رقم 1 وازوده ب1، فهيكون عندي هنا 1. طيب قابلني 3، هروح هنا في الفريكوينسي اري وازود 1، اصبح عندي هنا 1. بعد كده قابلني 5، هروح في الاندكس رقم 5 وازود 1. بعد كده قابلني 1، هروح في الاندكس الاول وازود كمان 1، فاصبح عندي 2. بعد كده التلاتة اتكررت كمان مرة فهزود هنا 2. بعد كده الستة هزود هنا 1. فاللي أنا عملته إيه؟ عملت أري جديدة فيها تكرار كل العناصر. إزاي أنا عملتها؟ رحت في الإندكس 1 زودت 1، رحت في الإندكس 3 زودت 1، رحت في الإندكس 5 وأكمل 0 زودت 1 بقى 1، وهكذا. لو جينا نشوف ان الواحد هنا تكرر مرتين، فاصبح عندي في الاندكس رقم 1 عندي رقمين. طيب هنا 3، اصبح عندي في الاندكس رقم 3، التلاتة متكررة هنا مرتين، انا خلاص وصلت للرقمين اللي انا عاوزاها. وعندي هنا 5 اتكررت مرة واحدة والستة مرة واحدة، واحنا قلنا ان هي بتكون باي ديفولت او ان انا بديها قوية مبدئية ان هي تكون كلها بزيرو، فالباقي انا ما زودتش عليه حاجة فهيكون زيرو. يبقى أنا كده جبت الترتيب، قصدي تكرار كل الأرقام من 1 ل 8. وضحت كده ولا لسه في مشكلة؟ تمام كده وضحت. أروى صح اللي كانت رفع إيدها صح؟ أو طيب حد تاني يا جماعة عنده مشكلة فيها؟ هنشرحها تاني مفيش مشكلة. حد عنده مشكلة؟ مفهمهاش؟ طيب لو حد مفهمهاش ممكن يرفع إيده علشان انتوا هتحلوا دلوقتي مسألتين وانا مش هحلهم، انتوا هتحلوهم معايا. طيب تمام لحد الآن. طيب خلونا نكتب بقى الكود بتاع حاجة زي كده، ازاي هننفذ الفريكونسي اري كود مثلا يعني. طيب احنا دلوقتي بندور على يعني انا عارفة مثلا ان انا بدور على الاعداد من 1، خلينا هنا من 1 ل 10. فكل اللي انا عاوز اعمله هنعمل نفس اللي احنا عملناه هنا، ثواني، نفس اللي احنا عملناه هنا. هنعمل مثلا الاري اللي هي الفريكوينسي بتاعتي، هنخلي عدد عناصرها مثلا 11 مثلا عشان هي بادئه من 0، فهنخليها ب11 وهنصفرها. ده اللي احنا هنعمله، هنعمل الاول الفريكوينسي اري بتاعتي. عشان نعمل حاجه زي كده هنيجي هنا ممكن نكتب السايز بتاعي. طيب انا بس هنعمله كونستنت يعني علشان يكون ثابت، وعلشان احنا هندخله الاري وعارفين ان الاري المفروض ان هو العدد بتاعه يبقى ثابت، يعني السايز بتاعه يكون ثابت. فهنعمل هنا السايز بيساوي احنا قلنا مثلا ان هو ب10، وخلينا نسمي الفريكوينسي اري بتاعتنا وهنعطيها السايز بتاعنا ب10 ويعطيناها قيمة مبدئية بزيرو. أنا بصراحة مش عارفة إن إحنا لو كتبناها في المين هيحصل نفس الحوار ولا لأ، بس أنا كتبتها هنا فوق علشان أكون متأكدة إن كل عناصرها بزيرو يعني. فمش فاكرة بصراحة يعني كان ممكن نكتبها هنا وهينفع ولا إيه،
ما مش فاكرة بصراحة، ممكن أبقى سيرش وأقول لكم. بس فكل الحوار اللي أنا عملته دلوقتي، عملت الفريكوينسي أري بتاعتي وخليتها في الأول بسفار، ده نفس اللي احنا عملناه في الأول. طيب تاني حاجة إن أنا هلوب عليها، هي تقريبا بسرعة طيب دلوقتي انا عاوزة ان انا اروح على الفريكوينسي اري وهقول له الار اوف الاي بلس بلس. طيب ايه اللي انا عملته ده؟ انا دلوقتي قلت له هتروح لي في الفريكوينسي اري في الاندكس رقم واحد مثلا وهتزوده واحد، ده نفس اللي انا عملته هنا. وبعد كده انا عندي الار اوف الاي مثلا هتكون بعد كده بستة، فانا هقول له هتروح في الاندكس رقم ستة وتزوده بواحد وهكذا. عندنا مثلا قابلنا هنا اربعة، هيروح في الاندكس رقم اربعة ويزود واحد. فحد مش واضح معاه ليه السطر ده ايه مش واضح معاه ولا كله تمام؟ هو انا عارفه ان هو ممكن يلخبط في البدايه، فلو هو مش واضح مع حد ممكن ترفعه ايدك ونشرحه تاني. شباب حد مش واضح مع السطر ده كتبنا لي؟ طيب لو هو تمام ممكن تقول ان هو تمام يعني. تمام طيب تمام. فخلاص كده احنا نفذنا اللي احنا عملناه في اول حاجه. بعد كده الفاضل عندنا هنا انا دخل لي عدد مثلا هو عاوز يشوف هو اتكرر كام مره، فانا هقول له سي اوت الفريكوانسي اوف الاكس ده، وممكن تطبع سطر جديد. فدي نفس البروبلم اللي هي كانت عندنا الاري، وان انا في كل مره بدخل عنصر معين وبشوف هو اتكرر كام مرة. فممكن نخلي عدد الكويريز بتاعتنا مثلا تلاتة، وندور مثلا على التلاتة اتكررت كام مرة، وممكن ندور على الستة والخمسة. طيب هو نخلي بس دي موجب عادي. طيب هي المفروض ان هي التلاتة فعلا اتكررت مرتين، والستة اتكررت مرة واحدة، والخمسة اتكررت مرة واحدة. فمحتاجين ان الجزء ده يكون معاكم تمام، فمعليش اكدوا علي ان هو كده تمام عشان هنبدأ ناخد مسألتين يعني. لو هو تمام معاكم طيب والباقي تمام؟ تمام كويس. طيب هي دي تقريبا نفس البروبلم اللي احنا اخدناه. كان عندي ان هو يعطيني اري معينة وهيبدأ من واحد، عاوز الارقام من واحد لخمسة مثلا، واقول له هم اتكرروا كام مرة. فكان عندي مثلا الواحد، دي مسألة هتكون معاكم في الشيت يعني، الواحد اتكرر مرتين، وبعد كده الاتنين اتكررت مرتين وهكذا يعني في التلاتة والاربعة والخمسة. دي المسألة دي ممكن تبقوا تحلوها انتوا، وهي هتكون في الشيت يعني، وهي نفس اللي احنا عملناه دلوقتي. ممكن ناخد حاجة تانية دلوقتي، وهي ازاي نعد عدد الحروف بتاعتي الموجودة في سترينج يعني. حد عنده فكرة بقى ازاي هنعمل حاجة زي كده؟ واحنا عادي اصلا السترينج عبارة عن array of characters، فاحنا ممكن نعمل الاري الحروف على اساس انها بالاسكي كود مثلا، انها نحولها لارقام برضو. حلو. تمام. فهنعمل بعدين هنعمل برضو هنضيف على حسب، هنروح نضيف في الاري بقى التانية اللي هي الفريكوانسي دي، هنضيف على حسب الرقم بتاع كل حرف. طيب تمام. حد عنده فكرة تانية او ممكن يقول الموضوع بشكل تاني ازاي هنعمله؟ هو اللي انت قلتيه صح يعني، بس ممكن نعدل عليه حاجة صغيرة بس. حد عنده فكرة؟ طيب تمام. خلونا نعمل الكود حاجة زي كده.
هو في الأول احنا عندنا string مثلا s، وهنقول a b، او خلينا ندخلها مثلا وخلينا نعمل الفريكوينسي array بتاعتي. هو مبدئيا الحروف بتاعتي كلها 26 حرف، فأنا ممكن أعمل frequency array لل 26 حرف دول، وهنشوف ازاي هنوصل لكل كاركتر معين في ال frequency array بتاعتي. احنا بس الأول اللي احنا عملناه عملنا frequency array لكل الكاركترز اللي عندي اللي هم 26. فاللي احنا ممكن نعمله دلوقتي هنلوب على السترينج بتاعتي على كل كاركتر، وهقول له frequency of حد عنده فكرة ايه اللي انا كتبته في السطر ده؟ انا كده ال A بتاعتي ال ASCII كود بتاعها 97، فانا كده كل حرف بشوفه بقوم طرحه منه ال 97 دي، وبقوم بعمل يعني عامله له اصلا رقم جديد. يعني مثلا لو هي ال A اصلا A 97 ناقص 97 هيبقى صفر، فانا هزود في ال frequency array بتاعي بمقدار واحد. طيب حلو، خلونا يعني لو حد مش عنده فكرة فخلونا نشرح حاجة زي كده. الوقت اللي احنا عملناه عملنا frequency array لـ26 رقم بتوعنا، تمام. فأنا علشان ازاي اوصل مثلا الـ A مثلا، هروح ازاي عاوزة يعني احتفظ بعدد تكرار الـ A بتاعتي. فالفكرة عندي ان انا لو قلت مثلا 97 ناقص 97 هيعطيني كام؟ هيعطيني 0. فانا كده وصلت للاندكس رقم 0، او هخزن او هخلي الاندكس رقم 0 بيخزن لي عدد تكرار الايه. طيب لو قلنا 98 مثلا ناقص 97 هيعطيني ايه؟ هيعطيني الايه اللي هي هيعطيني قصدي واحد، والواحد ده هخليه بيحتفظ بعدد تكرار حرف البي. طيب لو قلنا 99 طرحنا منها 97، المفروض ان هو يعطيني 2. فأنا كده خصصت الاندكس رقم 2 في الاري بتاعتي، وان هو بيحتفظ بعدد تكرار حرف السي. فلو حاجة زي كده مش واضحة خلونا ان احنا نشرحها على الوايت بورد. اللي انا هعمله دلوقتي هعمل array مثلا من 26 رقم، بس احنا مش هنكتبهم كلهم يعني. فاحنا دلوقتي كل اللي احنا عاوزين نعمله ان احنا هنمشي بالترتيب في 26 رقم دول. كل رقم معين هيكون لكاركتر معين او حرف معين في الحروف الابجدية بتاعتي. فهنا a b c d مثلا، هنا E F G. فكل اللي عندي او كل اللي انا محتاجة اعمله هو ايه؟ انا دلوقتي لو انا قلت له، لو انا كتبت له كده ال A ناقص ال A، او لو انا بطرح ال A ناقص ال A، ال A كاركتر يعني بطرح ناقص ال A، فالمفروض ان هو بيطلع لي 0. فالمفروض ان انا كده خصصت الاندكس رقم 0 لعدد تكرار حرف ال A. طيب لو قلنا مثلا ال B ناقص ال A، المفروض ان هو يعطيني 1. فانا كده بقول له الاندكس رقم 1 ده هتخزن لي فيه عدد تكرار الحرف ال B. فتمام، لحد الان مفهوم؟ يعني هو ده كده معنى السطر اللي احنا كتبناه ده. فالحد كده مفهوم ولا لا؟ وانا عارفة ان هو ممكن يكون صعب او مش هتقدروا تستوعبوه دلوقتي، فلو حد مش فاهم ممكن يقول. شباب لو حد مش فاهم اللي احنا شرحناه دلوقتي ممكن يرفع ايده. طيب طيب تمام كويس.
طيب حد من رفع ايده بقى المفروض ان هو يشارك معايا عشان نفهم تاني الموضوع ازاي بنعمله يعني. فحد من اللي رفع ايده ممكن يقول لي لو قلت ايه ناقص ايه المفروض هيعطيني كام؟ شباب هو يعني كده، ليش؟ هو كده المفروض هياخد أول واحدة بقيمة أول ايه وتاني واحدة بقيمة تاني ايه، ولا هياخد قيمهم ازاي؟ هي هو هنا انا بقول له الايه ككاركتر اطرح لي منه ايه. فالايه مثلا احنا عارفين ان هو في الاسكي كود بكام؟ ب 97. فانا هنا بقول له هتطرح ال 97 ناقص ال 97 فهيعطيني 0. بس ده اللي انا بعمله. تمام كده ايه اروى؟ تمام كده. تمام. هو كده المفروض طيب لو قلنا مثلا البي ناقص الايه المفروض ان هو كده هيعطيني كام؟ يديني واحد. هو كده طيب حلو. ولو قلنا مثلا السي المفروض ان هو يعطيني 2. طيب اللي انا بعمله ايه؟ بقول له انا عندي فريكوانسي اري اصلا لل26 رقم. حلو كده، لل26 رقم وكلهم بصفار. فاللي انا بعمله دلوقتي هلوب على السترنج بتاعتي، واللي انا بعمله هقول له الاس اوف الاي ده اطرح لي منه حرف الايه. فانا كده عرفت الترتيب بتاع الحرف ده، يعني هل هو لو كان مثلا الايه فهيكون هيعطيني 0 صح، ولو كان مثلا الاس اوف الاي بي المفروض ان هو هيعطيني ب1. فاللي انا بقول له روح على الاس اوف الاي ناقص الايه وكل ده هتروح اسفه. فاللي انا عملته دلوقتي لو قلنا مثلا ان انا كان عندي بي، فانا هقول له هتروح في الفريكوانسي اوف الواحد وهتزود بلس بلس. فاللي انا عملته دلوقتي ايه؟ اللي انا عملته ان انا لبت على السترنج بتاعتي وقلت ان الاي هتتخزن في الاندكس رقم 0 والبي هتتخزن في الاندكس رقم 1 والسي في 2 وهكذا وهكذا لكل ال26 حرف عندي. حلو كده. تمام. فبس ده اللي انا عملته، ان انا قلت له الاس اوف الاي اطرح منه ايه عشان اجيب الترتيب بتاعه، ورحت في الاري اللي هي الفريكوانسي اللي هي كلها بصفر وهقول له هتزود بلس بلس عشان اجيب الترتيب بتاعي. فحد لسه مش واضحة معاه ولا لا؟ تمام كده. طيب بالنسبة للباقي حد مش واضح معاه؟ شباب لو حد مش واضح معاه ممكن يرفع ايده. طيب طيب تمام. طيب علشان نشوف حاجة زي كده احنا ممكن ان احنا نشوف حاجة زي كده هتطلع علينا ايه، وعشان تكونوا ان انتم مستوعبين الموضوع يعني. طيب ممكن نرن حاجة زي كده ونشوف اللي هو ايه اللي طلع عندنا. طيب ممكن قبل ده اصلا نشوف شكل الاري بتاع الفريكوانسي كانت عاملة ازاي. طيب هو في حاجة غلط، بس ثواني. تمام.
طيب ده شكل الفريكوينسي اري بتاعتي في الاول كانت هي عبارة عن صفار، ودي كل عنصر هنا العنصر الاول ده بيعبر عن عدد تكرار الاي، والتاني البي، والتالت السي، وهكذا لغاية لما نوصل لاخر الحروف خالص. فاللي انا عملته دلوقتي ان انا بقول له هتلوب على السترنج بتاعتي، وكل اس الاس اوف الاي هتطرح منه ايه عشان تجيب الترتيب بتاعه، وهتروح للمكان ده في الفريكوينسي اري، وهتزود هتعمل بلس بلس، وفي الاخر ان احنا طبعنا لوبنا على الفريكوينسي اري، وطبعنا كل عنصر اتكرر، كل حرف اتكرر كام مرة. فالثلاثة دي دلوقتي بتعبر عن تكرار الاي كام مرة في السترنج بتاعتي، والاتنين دي بتعبر عن البي، وهكذا هنا السي. فلحد الآن كله فاهم ولا عنده مشكلة؟ تمام. طيب تمام، فخلونا نكمل البروبلم بتاعتنا. احنا خلاص عرفنا ازاي بنجيب التكرار بتاع كل عنصر. طيب اللي انا عاوز اعمله دلوقتي ان انا اعمل العكس بقى، انا هقول له مثلا ان انت قبلك 3، فالتلاتة دي بترمز يعني لو جينا نشوف شكل المسألة دي السترينج بتاعتنا، والمفروض ان احنا عاوزين نطبع كل كاركتر في السترينج متكرر كام مرة. فاللي احنا عملناه دلوقتي الاري بتاعتي كان فيه عناصر بصفار، فمعنى ان هي بصفار ان هي ما كانتش موجودة في السترينج اصلا، صح كده؟ صح. فعلشان نعمل حاجة زي كده اللي انا عاوز اعمله دلوقتي ان انا بس كل عنصر كان موجود في السترينج بتاعتي هنا هقول له، يعني هطبع الكاركتر بتاعي او الحرف بتاعي، وهطبع هو اتكرر كام مرة. فالوقتي انا عندي الاري فيها صفار، فيها حاجات اتكررت وحاجات لا، فكل اللي انا هعمله هقول له اف الفريكوينسي اوف الاي، يعني معنى كده ان هو مش بيساوي زيرو وان هو ليه قيمة، فمعنى كده ان هو كان موجود عندي في السترينج اصلا. فهقول له إيه. طيب حد فاهم او عارف ايه اللي احنا عملناه دلوقتي؟ اللي احنا عملناه دلوقتي ان انا قلت له لا اف الفريكوانسي اوف الاي لو هو كان بقيمة يعني مش بيساوي زيرو، فمعنى كده ان هو موجود في السترنج بتاعتي، فانت هتطبع الكاركتر بتاعي. طيب ازاي طبعا الكاركتر؟ احنا عملنا عكس اللي احنا عملناه فوق ان انا كنت بقول له ان انت هتطرح من الكاركتر اللي انت واقف عليه ايه عشان تجيب الترتيب بتاعه، فانا عاوز اجيب الكاركتر نفسه، فانا هزود عليه الايه. يعني مثلا لو احنا واقفين هنا فانا هقول له 0 بلس 97 فهيعطيني كام؟ 0 بلس 97 فهيعطيني الاي. طيب لو قلت له 1 بلس 97 هيعطيني قيمة البي في الاسكي كود. طيب لو مثلا القيمة هنا 0 1 2 وقلت له بلس الاي اللي هي 7، يعني لو قلنا 97 بلس الاتنين هيعطيني 99 اللي هي قيمة السي. فاللي احنا عملنا عكس اللي فوق بس مش اكتر يعني. وهنا كان المفروض ان هو هيرجع لي الرقم بتاع الاسكي كود، فانا بس عملت حاجة اسمها كاستنج، فقلت له اطبعه ككاركتر مش اطبعه كرقم يعني. فخلونا نشوف حاجة زي كده ثانية قدرت واحدة اعملها. بس مش مهندسة، احنا لما جينا كتبنا اس الاي دي مش المفروض انها ترجع لي على طول حرف من السترينج؟ ليه انا زودت عليها ايه؟ اه هو انا عملت حاجة غلط دلوقتي فعلا، انا مش عارفة انتي بتقولي ايه، بس تاني قولي كده تاني. هو انا عملت حاجة فعلا غلط دلوقتي، بس اللي هي قولي لي ايه. اس الاي انا زودت عليها الايه اصلا ليه؟ ما انا كده كده هجيبها من السترينج الموجود عندي، انا مغيرتش في السترينج، يعني انت كاتبه اس اهو فخلاص انا هجيبها اه من السترينج. فهمتك. هو اللي انا عاملاه فعلا ده غلط. اه اللي انا عاملاه ده ان انا هكتب بس الاي بلس بلس الايه، فهو كده تمام. اي بس ايه طيب
انتوا فاكرين شكل الشكل اللي كان طلع لنا من شوية، اللي هو كان تقريبا 3 و2 و1 وشوية اصفار، حلو كده. فأنا دلوقتي مشيت على الفريكوينسي اري، قلت له لو في عنصر، يعني في عنصر عندك مش بيساوي زيرو، فالوقت ان هو المفروض ان هو جوه السترينج بتاعتي. فاللي انا عملته قلت له يعني احنا كنا قلنا مثلا الاندكس زيرو ده، وهنا 1 وهنا 2 وهنا 3 وهنا 4، وده الاندكس بتاعي. فلما اقول له اطبع الاي بلس الاي، الاي بلس الاي ده هيطبع لي ايه؟ لو قلنا 0 بلس الاي هيعطيني 97، صح كده، اللي هي قيمة الاي في الاسكي كود. طيب لو قلنا مثلا كان عندنا تاني حاجة هنا، الاي عندي مثلا بواحد، طب الواحد بلس الاي هيعطيني كام؟ هيعطيني 98 تقريبا، اللي هي قيمة البي في الاسكي كود هنا كده. اول حاجة كانت الزيرو، بعد كده الواحد، الواحد بلس 97 اعطاني قيمة البي هنا، فمفهوم ولا لا؟ مش مفهومة، خلاص تمام. إيه، هنفترض ان دي تكرار مثلا للسترينج بتاعتي، وخلاص احنا فهمنا الجزء الاول. فاضل ان احنا عاوزين نطبع ال A مثلا هي موجودة كم مرة، وال B موجودة كم مرة، وال C كم مرة. فاحنا دلوقتي عندنا الفريكوانسي array بتاعتنا موجودة يعني موجودة خلاص، بس فاضل ان انا عاوزة اعرف يعني التلاتة دي. مش احنا قلنا في الاول خالص ان هي بترمز لعدد تكرار لل A، والاتنين دي المفروض ان هي بترمز لعدد تكرار لل B، واحنا عارفين يعني دي الاري بتاعتنا بتاع الفريكوانسي، وده الاندكس عادي مفيش مشكلة، ده الاندكس بتاعي عادي. طيب اللي انا بعمله دلوقتي بقول له اطبع لي الاي بلس الاي، مش احنا هنلوب على 26 رقم اللي هو 0 و1، واحنا متفقين ان الصفر ده بيخزن عدد تكرار حرف ال A، والتاني عدد تكرار حرف ال B، والتالت عدد تكرار حرف ال C، وهكذا. طيب انا لما اقول له ال I plus ال A، طيب نفترض ان ال I ده اصلا عندي بواحد، حلو كده. لو قلنا 1 plus ال A، فحد يقول لي ان الواحد بلس الايه المفروض ان هو يطلع لي كام؟ ده الاسكي كود، الايه ب 97، فالمفروض ان هو يطلع كام؟ 98. حلو، 8. تاني احنا قلنا كام؟ 97. 97. طيب المفروض ان هو يطلع 98. طيب ال 98 دي المفروض ان هي التمثيل او الاسكي كود بتاع ايه؟ ال 98 بتاع البي، اهو ده بتاع البي. فانا معنى كده او اللي انا عملته في الكود بتاعي ان انا قلت له لو الفريكوانسي اوف الاي هتطبع لي الاي بلس الاي، معنى كده ان انا بعمله ايه؟ بقول له مثلا هنا ده زيرو، الزيرو بلس الاي هيعطيني الكاركتر بتاعي اللي هو الايه. طيب جيت هنا ولقيت 2، فالاتنين دي بتمثل ايه؟ بتمثل عدد تكرار حرف البي. فاللي انا قلت له يعمله، قلت له الاي دلوقتي عندي بواحد، طيب زود على الواحد دي ايه هيعطيني 98. فانا بقول له عادي اطبع ال 98 دي بس ككاركتر مش كانتجر، وبعد كده طبعا عادي عدد التكرار بتاعه. فحد لسه مش فاهم الموضوع عادي هنشرحه عادي مفيش اي مشكلة.